انتخاب رئاسة الحزب، الأمانة العامة والمجلس العام للحزب. إيمانا منا كحزب بدور المرأة ودور الشبيبة في دفع العملية السياسية، وهم طاقة والحيوية المتجددة دائما وبشكل مستمر، وإيمانا منا بأن يحصل الشباب السوري على فرصتهم في العمل السياسي وانخراطهم ضمن العمل السياسي، وكذلك المرأة كون هاتين الشريحتين كانتا مبعدتين بشكل كامل وتم إقصاؤهما عن الحياة السياسية ضمن المجتمع السوري. كانوا فئتين مهمشتين دائما ينظر إليهم بنظر بالتقليل من أهمية دور الشباب والمرأة في المجتمع، ولا يتم لهم أي اعتبار، لكن احنا كحزب نؤمن ونولي الأهمية لدور المرأة والشبيبة، ولا سيما بتنظيم الحالة المجتمعية سياسيا وانخراطهم ضمن الأحزاب السياسية. لذلك تم الإعلان أو الإقرار بيتم تشكيل مجلس شباب حزب سوريا المستقبل ومجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل. تجاه هذا الواقع الذي يقود المنطقة إلى فوضى لا يمكن الخروج منها، كان لابد من قراءة موضوعية سليمة من أجل الخروج من هذه الأزمة وتطوير بديل قادر على إنقاذ المجتمعات من الفوضى والقتل والدمار. كان لابد من تطوير مشروع الحداثة الديمقراطية متمثلة بقوى الحرية والديمقراطية، بعيدة عن سياسة الحروب والفوضى، معتمدة على الحوار السياسي وأخوة الشعوب والعيش المشترك. وقد تمثل هذا في مناطق شمال وشرق سوريا عبر الإدارات الذاتية والمدنية. اليوم كان هناك اجتماع لمجلس الفرات مع الأمانة العامة ورئاسة حزب سوريا المستقبل في ناحية صرين. تطرق هذا الاجتماع لشرح التوجيهات السياسية من قبل الرفيق إبراهيم قفطان رئيس الحزب، وكان هناك عدة محاور لهذا الاجتماع، من بينها المبادئ والآليات التي سوف يقوم بها الحزب. طبعا من خلال هذا الاجتماع توصلنا إلى فهم آلية عمل الحزب وكيفية تنظيم المجالس. تم الاجتماع اليوم من قبل رئاسة الحزب مع الهيئة التنفيذية لمجلس الفرات. طبعا محور الاجتماع ومضمون الاجتماع كان بعد المؤتمر الثاني للحزب سوريا المستقبل، وتم النقاش حول مخرجات المؤتمر وكيف سيكون العمل بعد المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل.